اهلا بحضراتكم مره تانية. خلينا نرحب بضيفنا النهارده ونجمنا النهارده في المحترف الناقد الرياضي سعيد علي. نتكلم في كل حاجه معاه، نتكلم على مديرنا الفني الجديد كولر، نتكلم معاه كمان عن الكره الاوروبيه وخاصه طبعا دوري الابطال. سعيد مساء الخير عليك. مساء النور عليك يا كابتن، اهلا بيك، ودايما طبعا ببقى مبسوط مع حضرتك جدا. نورنا دايما يا سعيد. الكره العالميه بتنتظم مباريات قويه جدا على مستوى دوري الابطال، بكره كمان هنتابع معاك الدوري الالماني والدوري الاسباني والدوريات الاوروبيه. لكن قبل ما نبدا في كل ده، خلينا اخذ وجهه نظرك في المدير الفني الجديد للنادي الاهلي كولر. رؤيتك شفت ايه من خلال المؤتمر، البادي لانجوج بتاعته، النقاط اللي انت طلعت بيها من خلال كلامه في المؤتمر، شايف الموضوع ازاي؟ يمكن انا بشوف في اختيار كولر، او خليني اقول بشكل اوضح، انا ايه يخليني كناقد او حتى كمتابع عادي اتفائل بمارتن كولر؟ ايه العوامل اللي تخليني اتفائل بهذا الرجل؟ فباختصار شديد نقدر نقول انك امام خبير في كره القدم. ولما بقول خبير انا هنا مش ببالغ او بقول راي شخصي، انا هنا بوصف حاله وقائع وحقائق حاصله على الارض. مسيره تقترب من ربع قرن، 25 عام كمدير فني، في تجارب قويه جدا جدا ودوريات قويه جدا جدا، امام رجل واجه اعتى واقوى منتخبات اوروبا في اخر 5-6 سنوات كمدير فني لمنتخب النمسا، واجه المانيا، البرتغال، اسبانيا، فانت واجهت اهم مدارس خططيه في العالم واهم مدراء فنيين في كره القدم، وكنت طول الوقت بتضع خطط عشان توقف اهم النجوم وازاي تخترقهم. نجحت في مع منتخب بكل امانه هو متواضع انك تضعه في الترتيب العاشر عالميا بعد ما كان اهم انجاز في تاريخه انه 70 عالميا. فانت هنا بتتكلم حرفيا وبشكل مختصر جدا انك امام واحد من خبراء اللعبه، رجل له العديد من التجارب اللي تخليك واثق جدا جدا انك مش بتجرب، لا انت جايب رجل حكيم في كرة القدم. فده سبب مهم جدا 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 يخليني اتفائل مع هذا الرجل. بعدين مما قرأته عنه ومما سمعت منه انك امام شخصية او سمات شخصية بتقول انك امام مدرب قوي في السمات الشخصية، بمعنى انه أقرب إلى القيادة منه إلى المدير. ده لمسته كويس جدا في تصريحات أكتر من نجم سويسري، سواء كان هنا في مداخلات مع قناة النادي الأهلي أو مع قنوات تانية. لمسته كويس جدا الحديث عن الفرق بينه وما بين مدربين سويسريين آخرين، إنه رغم إنه شخص صريح، ممكن هو وصف ده وقال ده، إن فلسفتي تعتمد وتقوم على الصراحة. يعني ما عنديش مشكلة إن لعيب بره للتشكيل خالص أقول له إن أنت سيء، وإن أنت سيء في 1-2-3، وبحب المواجهة لأن ده مهم جدا جدا في التحكم في غرفة اللاعبين. عايز آخد يعني كلامك، مش عايز أقطع كلامك، لكن في فرق إنك تتعامل مع لاعب أوروبي ولاعب مصري. مؤكد. فهل النقطة دي هيلاقي فيها صعوبات؟ هل أنت شايف شخصية الاحترافيه الكامله فيه، وده متشاف من خلال مسيرته من خلال كمان كلامه، هيتعامل مع الجزئيه دي ازاي؟ لان كثير جدا بيتكلموا يعني النقطه دي هيتعامل معاها ازاي. هو مبدئيا هو لامس ده وقال ده، يمكن هو قال يمكن اكتر حاجه او الجديد في مسيرتي، هو دايما بيقول رسائل للناس اللي ممكن تكون قلقانه، انا مش راجل جديد، يعني مش جاي اشتغل الشغلانه دي جدا، انا خبير. ولامس كويس جدا الفرق ما بين عقلية أوروبية وما بين ثقافة جديدة مختلفة أنا بتعامل معها. لكن اللي بيخليني مطمئن أيضا أن الراجل تعامل في كل المستويات، بمعنى أنه بدأ في الدرجة الثانية ثم انتقل للدوري الألماني، ثم تعامل مع مستوى احترافي أكبر، ثم وصل إلى بازل. فيخليني أنه خليني أقول أنه مر بمنحنيات ودرجات مختلفة، تعامل خلالها مع عقليات مختلفة. صحيح كلها عقليات أوروبية، لكن ما تقدرش تقول أن لاعب الدرجة الثانية او لاعب الدوري السويسري زي لاعب الدوري الالماني زي لاعب منتخب بيواجه. فاكيد هنا انت امام انماط مختلفه من العقليات واستراتيجيه العمل مختلفه، بناء على كلام كمان ان هو بيقول لك الشغل مع المنتخبات مختلف تماما عن الشغل مع الانديه. الشغل مع الانديه انك كل يوم بتحل مشاكل، بتتعامل مع مجموعه كبيره في من اللاعبين، في كثافه في العمل. هو عنده هذا المزيج، وهو هو هو واعي لده كويس جدا. وخلينا نقول ان هو كان مدرب سابق لبازل بوخم، يمكن نادي تجربته مع نادي بوخم في المانيا بالتحديد لما صعد من الدرجه الثانيه كان كل امنيات جمهور النادي انه يبقى في الدوري الممتاز. صحيح. ولكن مع ذلك كان في المركز الثامن، وده افضل ثالث مركز في تاريخ النادي، فبالتالي ايضا تجربه ناجحه بتقول لك ان هو قادر يتعامل مع الضغط المكثف وفاهم الفوارق
ما بين العمل مع المنتخبات والعمل مع الانديه. واللي يخليني مطمئن يا كابتن زي ما بقول لك برضو انه رجل عاطفي في التعامل، اللي هو يعني بيلمس مشاعر اللاعبين، ما يدور في اذهانهم في دماغهم، بيعرف يبقى صديق ليهم مقرب ليهم. يمكن ده دي نقطه مهمه جدا جدا يا سعيد، لان بيبقى في ساعات يعني في مديرين اوروبيين هو خلاص متعود على الشخصيه الاوروبيه، بيصطدم شويه بالشخصيه المصريه، فبيحصل كلاش، بيحصل صحيح تنافر لحد كبير. بالظبط، هو عنده ديت، عنده الجزء اللي هو الجزء العاطفي اللي هو قادر يبقى صديق للاعب. لان هنا الفرق ما بين الاداره او المدير والقيادي او القائد، المدير بيحقق تارجت، هو بيستهدف تارجت فقط، لكن القائد بيبقى هدفه ان يستخرج افضل ما لدى كل شخص. صحيح، ودي يعني اعظم مدراء فنيين في العالم ناجحين بفعل ده، ان هو قادر طوال الوقت يخرج من كل لاعب على حده افضل ما لديه. فاحنا نتمنى ان شاء الله ان يكون ده متواجد مع كولر، وتكون كل الشهادات اللي سمعناها والتقارير اللي قرناها عنه باذن الله نلاقيها حقيقه على الارض، ونشوف ده مترجم ان شاء الله باذن الله. كمان من خلال يعني معرفتي ببعض الامور، انه كمان طلب على مستوى التنظيم، طلب كل الشكل الفرقة، هو اتفرج على بعض المباريات اللي فاتت، لكن طلب تفصيل شكل تفصيلي وفني للفترة صحيح. اللي فاتت كمان يمكن بكرة في يعني حاجة بدنية، قياسات بدنية. وده مهم جدا، بيقف على القياس صحيح. البدني لكل لعيب. الجزء الثالث كمان طلب ملف بدني وصحي لكل لاعب الفترات صحيح. اللي فاتت، والطبيعي كمان الفترة اللي جاية احنا ارتباطاتنا ايه ومواعيدنا ايه. فواضح جدا انه بيحط الخريطة كلها قدامه، عشان هو كمان كابتن خليني اقول ان هو عنده رفاهية، وانا بأسف جدا ان بقول ان الحاجة العادية اللي متواجدة في كل في مكان في العالم اصبحت لدى النادي الاهلي حاليا رفاهية، انك عندك مساحة تعمل مرحلة اعداد، انك لاول مره من سنين طويله جدا النادي الاهلي عنده القدره انه يعمل قياسات بدنيه ويشوف لعيبته حالتها عامله ازاي، وبعدها يبدا يشتغل عليها ويعمل فتره اعداد ويعمل مباريات وديه. فانا باسف جدا ان انا بقول دي رفاهيه، لان احنا بقالنا سنين طويله النادي الاهلي محروم من ده تماما، ودي من ضمن العوامل كل المدربين في الثلاث سنين الاخيره بالتحديد. فده بيخليني برضو بعد عوامل تفائلي مع كولر، انه عنده المساحه دي انه يعمل فتره اعداد جيده، انه يتم بناء الفريق من جديد. معظم اللاعبين والعناصر المهمه جدا جدا في الفريق حصلت على فتره كافيه من الراحه، وهنا بقول وباكد ان الصفقه الاهم للنادي الاهلي هذا الموسم هو حصول كل نجوم الفريق على فتره راحه. هذه هي الصفقه الحقيقيه للنادي الاهلي. وانا بدور طوال الوقت على الاسماء اللي ممكن تدعم نادي الاهلي هذا الموسم في الميركاتو، حقيقه كابتن هاني وانا لا ابالغ، حقيقي معظم لاعبي الاهلي في مراكزهم هم الافضل داخل افريقيا، وانا متاكد وعلى يقين كامل من ده، ومتاكد ان عوده كل واحد فيهم لمستواه الطبيعي وحالته البدنيه الطبيعيه دي افضل صفقه تحصل للنادي الاهلي. ده اللي كنت بتكلم عليه يا سعيد، ان احنا ان النادي الاهلي ما بياخدش قرارات وسط الدوشه، وسط الزحمه، وسط الازمه، زي قرارات عاطفيه. لان القرارات اللي بتخرج وقت الازمه بتبقى قرارات متسرعه، ممكن ما تكونش قرارات محسوبه هي صحيح. وده اللي محسوب كمان لاداره النادي الاهلي، ان صخب السوشيال ميديا الكبير قوي والدفع والضغط على الاداره، فين المدرب، فين المدير الفني، فين الصفقات، النادي الاهلي اتعامل معاها بكل هدوء بكل احترافيه صحيح. وزي انا بتفق معاك تماما، بالرغم في بعض المراكز اللي بتحتاج، اكيد كل العالم عنده نواقص صحيح، لكن الثوابت مش بالكم اللي كان صحيح. الناس بتتكلم عليه يعني صحيح. الناس كانت بتتكلم على 11 و12 لعيب، لا طبعا، لكن مع عوده اللعيبه اللي احنا يعني عندنا ثقة فيها كبيرة جداً. وعملوا بطولات خلال الثلاث سنين اللي فاتوا كبيرة جدا، أكيد الصفقات هتكون، وده المطلوب، الأماكن اللي أنت شايف فيها نواقص لازم تكون موجودة صحيح. علشان كده أنا متفائل جدا بأن الراحة اللي حصلت دي هترجع لنا محمد شريف أفضل هداف في أفريقيا وأفضل مهاجم في أفريقيا، هترجع لنا محمد مجدي قفشة أفضل صانع ألعاب في أفريقيا، هترجع لنا حمدي فتحي أفضل ديفندر في أفريقيا، هترجع لنا كل اللاعبين بالظبط. عشان كده أنا فعلا لما باجي أبص على تدعيمات ببص لها بالمنظور ده، انا حقيقي عندي امتلك افضل ادوات داخل القاره، وعندي افضل لاعبين داخل القاره، والمساحه بينهم وبين منافسيهم كبيره، ومتاكد مع الراحه اللي حصلوا عليها ومع مدير فني جديد باستراتيجيات وافكار جديده، وفتره الاعداد اللي حصلت زي ما انت قلت حضرتك مع سد النواقص ببعض التدعيمات اللي حاصله والاضافات، لان مهم قوي يبقى في عمق في القائمه وفي كثافه كبيره وفي قدره على ان انت تعمل تدوير عشان تريح لعيبتك ما يتعرضوش لضغط السنين اللي فاتت. وعدم مشاركتنا في كاس العالم للانديه هذا الموسم هتبقى نقطه تحول لصالحنا، لان احنا عانينا ان احنا طوال الوقت مش لاقيين وقت، احنا بنلعب كاس عالم ونرجع نلعب بعدها ب 48 ساعه كم من المؤجلات ولعبتنا منهاره، فده ايضا هيخلي الفرقه
في افضل حالاتها، وهيخلي كل فرد على حده زي ما قلت هيطلع افضل ما لديه. وانا متاكد ان جمهور النادي الاهلي هيرجع يتغنى هذا الموسم بكل النجوم وكل اللاعبين اللي كانوا على مدار سنين ان شاء الله. انا بزود على كلامك كمان ان عمليه انتقال اللاعبين وانتقالات اللاعبين والصفقات ما بتتمش زي ما بقول في وقت الازمات بس، دي منظومه لازم اكيد موجوده في النادي الاهلي، انها كمان بتبص للاهلي السنه دي او الموسم ده، كمان لازم يكون التخطيط على مستوى الثلاث سنين اللي جايين او الاربع سنين اللي جايين. كل فريق في اوروبا بيشتغل بهذا المنظومه، عنده كذا بند وعنده كذا لائحه حاططها قدامه، خريطه قدامه، ان الفريق الموسم ده عندي العناصر بتاعته، مش بس كده لا، ده كمان الموسم اللي بعديه بيبني على الموسم اللي بعديه، يعني خلال الاربع سنين بيكون النادي بيكون عنده خريطه للعيبه اللي تحتاج تدعيم للفريق، ازاي الفريق يستمر في حصد البطولات والمنافسات الكبيره اللي بيخشها، كمان ده على مستوى الصفقات، كمان على مستوى قطاع الناشئين لازم ده كمان يكون في الحسبان بشكل كبير جدا، ان اللعيبه على مستوى قطاع الناشئين لازم تكون بعقليه احترافيه كامله، لازم ده يوصل لهم وهم بيتمرنوا في قطاعات الناشئين، لازم قطاع الناشئين يكون مربوط بشكل واضح وصريح مع الفريق الاول. احتياجاتنا مش سنه بقى 23 لا، احتياجات النادي الاهلي سنه 24 ايه 25 ايه خلال الاربع سنين الجايين، محتاجين راس حربه، نبدا نبني من دلوقتي الولد اللي عنده 13 14 سنه، نبني راس حربه بشكل كويس يكون داعم للنادي الاهلي. هو ده الشغل ان شاء الله يكون موجود، والشغل الاحترافي انك مش وقت الازمه بس، لا ده احنا محتاجين لعيب دلوقتي فنجري نجيب اي حد، ده مش مطلوب ومش ده النادي الاهلي. فان شاء الله الفتره اللي جايه انا متفائل انا وسعيد وكل جماهير النادي الاهلي، ان شاء الله هيكون موسم قوي جدا وعوده الانتصارات والبطولات للنادي الاهلي. حديثنا لسه طويل، هنخش على الكره العالميه دوري ابطال اوروبا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره تانية سعيد. قبل ما نخش على مباراه الجوله الثانيه في دوري الابطال، مباراه قويه جدا، اعرف برضو رايك في مجمل الجوله الاولى من دور المجموعات، شفت ايه؟ في مفاجات بالنسبه لك؟ تتوقع ايه الجوله اللي جايه؟ هو المفاجاه الحقيقه ان ليفربول بدا بشكل اسوا مما نتوقع، يعني واسوا مما يتخيل اي متشائم. يعني مباراه نابولي كانت كارثيه بدرجه غير عاديه، لدرجه ان كلوب نفسه بيقول ان خصمنا اللي جاي ولفرهامبتون لو اتفرج على الماتش هيضحك علينا كتير. يعني الفرقه يعني كان وضعها سيء، وانا بقول 4-1 كان يعني كانت نتيجه فيها رأفه من ربنا اولا، ثم من استهتار لاعبي نابولي، كانوا قادرين يخرجوا من المباراه دي 7 و8. شفنا ليفربول في أسوأ حالاته على الاطلاق، يمكن يعني ليفربول يمكن لما خسر قدام استون فيلا 7 ما كانش بالسوء ده. فالحقيقه مفاجاه كبيره جدا، واستمرار لتراجع اداء ليفربول ومنظومه ليفربول اللي احنا بنشوفها بتعاني كتير، وان فعليا كان لازم يكون في انتدابات او صفقات مهمه في المراكز اللي حصل فيها مشاكل زي وسط الملعب بالتحديد. يمكن كلوب نفسه اعترف مؤخرا، طب انت ليه بتعاند الى هذه الدرجه؟ انا شايف ان ليفربول تاخر كثيرا في انه يضم صفقات في على الاقل في مركز وسط الملعب، وللاسف الشديد ده جاي في وقت محمد صلاح بيعيش فيه فتره كويسه جدا. يعني يمكن انا كنت هناقش معاك ده سعيد، لان الناس برضو بتتكلم، ويمكن اتكلمنا الحلقه اللي فاتت على موضوع محمد صلاح، التراجع في المستوى، هل في مستوى الشخص محمد صلاح هل التراجع لليفربول كفريق بيأثر على صلاح؟ هل ساديو ماني فعلا كان جزء كبير جدا جدا من تألق محمد صلاح مع ليفربول؟ هنتابع ده مع طبعا نجمنا النهارده سعيد، لكن تعالوا مع بعض نشوف فيديو جراف عن الترانسفير ماركت في الصيف على مستوى القارات. We'll be right back.
طبعا الميركاتو الصيفي طبعا ارقام كبيره جدا جدا، طبعا كل اوروبا هي طبعا بتستحوذ او هي اكثر انفاقا على مستوى العالم كله، ده عايز اخده ونروح بيه على الدوري الابطال. تمام، عايز ابدا معاك. طبعا دوري الابطال في مباراه مرتقبه ما بين طبعا برشلونه وبايرن ميونخ، هل مع وجود طبعا ليفاندوفسكي مع طبعا مع صحوه تشافي وطبعا يعني ذكريات الثمانيه للبايرن، شايف المباراه دي ازاي مع تالق الفتره الاخيره بشكل كبير جدا برشلونه على مستوى الليجا وعلى مستوى كمان دوري الابطال، مع التاخر الاخير بالنسبه للبايرن والتعادل 2-2 في البوندسليغا؟ صحيح، يمكن انا بشوف مباراه بايرن وبرشلونه من خلال تصريح مولر ستكون مباراة ممتعة جدا للجمهور المحايد، بمعنى ان احنا هنكون امام متنافسين عندهم قوة هجومية كبيرة جدا، عندهم رغبة في المكسب، هنشوف الاثنين بيطلعوا لقدام بيلعبوا بضغط عالي، رغبة عند كلا الطرفين في الاستحواذ على الكرة، رغبة في التسجيل، فاحنا قدام ماتش يا كابتن ربما ياخدنا 3-3 4-2 3-2 ياخدنا لماتش كبير جدا جدا. برشلونه بيعيش واحده من افضل فتراته في السنين الاخيره، بدايه شبه مثاليه بعد التعثر الاول في الليجا ثم اربع مكاسب متتاليه، اقوى دفاع في البطوله، فريق بيسجل كل مباراه بمعدل عالي جدا جدا على المستوى على مستوى الافراد، اللاعبين او معظم اللاعبين في حاله عاليه جدا جدا، خاصه حاله ليفاندوفسكي اللي واضح انه جاي. عايز اكلمك عن ليفا بس خلينا نشوف كمان مع حضراتكم يمكن مباريات الجوله الثانيه اللي هتبدا ان شاء الله بكره ويوم الاربع، مباريات قويه جدا جدا وهنربطها معاك بالنتائج كمان. صحيح، طبعا سبورتنج هيلاعب توتنهام، فيكتوريا بيلزن هيلاعب الانتر، ليفربول مع مباراه كبيره جدا ايام الاياكس، باير ليفركوزن امام اتلتيكو مدريد، البايرن امام برشلونه، مارسيليا امام فرانكفورت الالماني، بورتو امام كلوب بروج، دي الجوله يمكن بكره، الميلان امام زاجرب، شختار امام سيلتيك، تشيلسي امام ريد بول، المان سيتي امام بروسيا دورتموند برضو مباراه كبيره جدا جدا، واليوفي امام بنفيكا، مباريات قويه جدا. هل طبعا نتائج كمان الجوله الاولى هتتحكم شويه في طريقه المدربين في الحذر ببعض الفرق، لان في بعض صحيح. يعني في فرق كتير خسرت الجوله الاولى فبيهمها طبعا تعوض في الجوله الثانيه. خلينا الاول مع مباراه زي ما بتكلم معاك ليفا ليفاندوفسكي وتاثيره الكبير جدا 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 مع برشلونه، على الجانب الاخر وجود ساديو ماني كراس حربة، يعني بعض التقارير بتقول مش هي دي طموحات بايرن ميونخ صحيح. ومش ساديو ماني هو البديل يعني البديل الامثل لليفا. صحيح، طيب في البدايه خلينا نقول على اثر ليفا في برشلونه، طبعا هو اثر كبير لانه لاعب قدر ينقل في وقت قصير جدا طموحه وتجربته للمجموعه حواليه، يعني احنا شفنا ازاي هو قادر يلعب دور قيادي من خلال توجيه زمايله، يمكن بعض التقارير رصدت ازاي هو بيوجه زمايله في الملعب، ازاي هو بيطلب منهم يتحركوا بطريقه معينه، انهم يتصرفوا بطريقه معينه، وكمان ان لاعب في سن 34 سنه بيبذل كل هذا الجهد وانه جايب اهداف انه عايز ينافس على الحذاء الذهبي والكره الذهبيه، فمعناه ان هو عنده طموح كبير جدا جدا بينقله للمجموعه، وكمان ترجم ده ان هو بيسهم في 11 هدف في خلال 6 مباريات، فده رقم بدايه ولا اروع وبدايه مثاليه جدا. كمان ليفا تشعر ان الكره برضو بتحبه وعايزاه لانه اللي بيبذل طول الوقت بيلاقيها في اهداف انت بتشوفها او البعض بيصورها على انها سهله زي اهداف هالاند، لكن هو فعليا ده ذكاء ووعي وخبرات وتراكمات كتيره جدا بتترجم له الافكار اللي بتحطه في المواقف دي، فهو طبعا اضافه كبيره نقلها لبرشلونه، ومع التكتيك الخاص بتشافي وان الفرقه بتلعب بشكل جميل جدا مخلي ليفا كمان قادر ينتج، وكمان خلينا اقول ان قائمه برشلونه اصبحت فيها عناصر كتير قادر ان انت تعمل التدوير، شفنا ازاي بيريح عدد كبير من اللاعبين وبرده بيكسب، التبديلات خلال الماتشات لو الامور تعقدت بعض الشيء عندك اكتر من حل وعندك اكتر من فكره، فاصبح الفريق قوي جدا. كمان طفره ديمبلي بصراحه هو الصفقه الاقوى في برشلونه، كمان حاجه ولا اروع، بيعمل كل شيء في الكوره بيسر كبير جدا لدرجه ان تشافي حاليا بيوصفه بنيمار، في كل العوامل دي ساعدت ليفا ايضا في انه بياخد برشلونه للمنطقه دي. طب وجود ليفا كمهاجم سابق للبايرن ده فرصه لمدافعي البايرن ولا دي ميزه
ليفن وعارف طريقه البايرن بشكل او باخر، شايف دي ازاي؟ هو انا اعتقد ان مفيش مدافع في العالم يتمنى مواجهه ليفاندوفسكي، لانه راجل ذكي جدا، وانت اصعب نوع من المهاجمين اللي انت هتواجهه. طبعا قائمه برشلونه في اللقاء بكره طبعا قائمه كامله. لا مفيش غيابات، الفرقه متكامله جدا وفي افضل حالاتها، فبالتالي انا بقول ان مفيش مدافعي البايرن بالتاكيد ما يحبوش ان هم يواجهوا ليفا، خاصه في حاله الانتشاء اللي هو بيعيشها. صحيح. وحاله التوفيق الكبيره اللي بيعيشها وحاله التوفيق اللي بيعيشها زمايله والحاله الفنيه العاليه جدا لبرشلونه، فاعتقد ان ليفا هيبقى ليه الافضليه وكمان دوافعه وحوافزه في ظل الشكوك اللي بدات تدخل في معسكر بايرن ميونخ. النهارده بيلدي بتتكلم عن ان لاعبي بايرن ميونخ متضايقين من تصريحات ناجلزمان، انه مش بيتحمل انه ما حملش نفسه جزء من مسؤوليه السقوط الاخير امام شتوتغارت، وما عجبهمش حديثه في المؤتمر الصحفي ان هو بيحمل اللاعبين، فاللاعبين متضايقين. فلما يحصل النوع ده من الارتباك والخلل داخل غرفه الملابس اكيد بيبقى ليه اثر سلبي على اللاعبين. ايضا تقارير كتير اتكلمت على احتماليه ان برشلونه ان بايرن ميونخ اداره بايرن ميونخ تقيل ناجلزمان، فدي ايضا لما يكون اللاعب بيلعب مع مدرب هو مش عارف مكمل ولا لا، فده ايضا بيخلق نوع من المشاكل. فاعتقد ان بايرن مش في افضل حالاته، لكنها فرصه للفريق وفرصه لناجلزمان قدام خصم قوي لبرشلونه انه يؤكد ان الفريق لسه قادر وان الفريق قادر يعود بعد الثلاث عدوات. المباراه امام شتوتغارت 2-2 وشتوتغارت يمكن احرز الهدف في الوقت قاتل، وكان بس كان قريب للتعادل من بدري. يعني لكن خلينا نتكلم، هل ما كانش عامل حساباته كان بيفكر في مباراه برشلونه؟ يعني ساديو ماني ما لعبش المباراه يمكن اخر دقيقتين من المباراه واخر 10 دقائق. ايوه ايوه كان في تدوير في التشكيل. هل كان تفكيره الاكبر لمباراه برشلونه؟ صحيح. وده جه على طبعا على صحيح بيفكر في برشلونه بالتاكيد، وكان عينه على مباراه برشلونه، وخاصه ان المباراه برشلونه وبايرن ميونخ في السنوات الاخيره بتحمل معاني كتير جدا، وفكره ان بايرن بيتفوق بارقام كبيره، فده بيخلي الاهتمام الاعلامي اكبر او حاله المتابعه اكبر. وجود ليفاندوفسكي وعودته للاليانز ارينا مره ثانيه، فده ايضا بيخلي او بيضفي اهميه اكبر على المباراه. فاعتقد انه ناجلزمان دفع امام شتوتغارت ضريبه انه اهتم بمباراه برشلونه اكتر، لكن ما زال ناجلزمان عنده مشاكل خططيه، ما زال عنده مشاكل في التكتيك، ما زال مش قادر يتوصل لافضل صيغه وافضل طريقه تناسب بايرن ميونخ وشخصيته وتناسب المجموعه الحاليه من اللاعبين. واعتقد ان البدايه المهزوزه دي يمكن ما ساعدتش ساديو ماني بانه يكون ليه الاثر الاكبر. صحيح. او جعلت البعض يقول انه مش قادر يعوض ليفا، لان ده غير عادل. من غير العادل انك تقيم ماني مع بايرن ميونخ في هذه الفتره المهزوزه وفي الوقت الضيق بتجربه سنوات طويله جدا جدا ومراحل استقرار كبيره عاشها ليفاندوفسكي مع بايرن. وبعدين بتقيسه في مركز رقم 9 بعد ليفا، ومع ان برضه ساديو ماني هو لاعب هو قادر يعملها، هو قادر يعملها بس مش 9. انا شايف انه محتاج بس المنظومه تعود، منظومه البايرن الحقيقيه، ويحصل بعض الاستقرار وهو كمان ينسجم اكتر مع هذه المجموعه من اللاعبين. اعتقد ان ساديو ماني قادر ينجح، وهو فعليا رقميا مش سلبي، لا هو ارقامه على المرمى كويسه وبيسجل وليه دور مهم مع الفريق في البدايه، لكن هي بس ان النتائج مهزوزه فبتخليك تشوف الاسوء اكتر ما بتشوف الحاجات الايجابيه. طيب قبل ما نروح لليفر مع اياكس، تتوقع نتيجه برشلونه وبايرن كام بكره؟ اتوقع 2-2 او 3-2. 2-2 2-2 او 3-2 برشلونه او 3-2 لبرشلونه. طيب ده توقع طبعا النهارده نجمنا سعيد علي بفوز برشلونه او التعادل، هنشوف بكره، لان المباراه انا في اعتقادي مباراه لا تحتمل يعني القسمة على 2 بالنسبه للبايرن. ها لازم تقول رقم برضه. انا اقول رقم؟ انا اصلا انا اصلا كاتالوني وبعشق البايرن، اكيد انا بقول بكره النتيجه 1-1. تمام. طيب هنطلع الفاصل سريع ونرجع نشوف بقى محمد صلاح ليفربول هيعمل ايه مع اياكس بكره. اهلا بحضراتكم مره تانية، نروح للمباراه كلنا كمان مستنيين مباراه ليفربول مع اياكس. هل محمد صلاح في تراجع في مستواه؟ هل مستوى ليفربول الجماعي مؤثر على محمد صلاح؟ هل خروج ساديو ماني من التشكيله ومن ليفربول مأثر بشكل كبير؟ اسئله كتيره جدا جدا يا سعيد يعني بتتقال خلال الفتره اللي فاتت عن مستوى ليفربول بدايه مع البريمير ليج، وحتى في طبعا وهزيمته اللي انت اتكلمت عليها امام نابولي 4-1. صحيح. انا بس يا كابتن في البدايه عايز افرق ما بين حاجتين. احنا قدام ليفربول في مسارين، ليفربول الطوارئ وليفربول العاده او الاعتيادي. هل النسخه اللي احنا شاهدناها من ليفربول في انطلاقه هذا الموسم
هي النسخة أو في ظروف عادية ولا ظروف طوارئ؟ بمعنى إيه؟ بمعنى إنه بدأ الموسم في الظروف اللي بدأ فيها الجميع بشكل عادي ولا كان عنده مشاكل؟ لا، كان عنده مشاكل كتير جدا جدا جدا، وعشان كده أنا بقول هو في فترة طوارئ أو فترة مشاكل. ليه بداياته؟ كلمني عن المشاكل، لأن أنا بالنسبة لي بداياته كان في طبعا سيتي. في كاس سيتي، وكان هو أكتر من هو رائع. هو حصل؟ هو الناس اختصرتها في مان سيتي، لأن مان سيتي كان ليه عوامل. وانا كنت بحضرتك هنا ويمكن قلت ده لان سيدي كان عنده تقريبا 5 عناصر مهمه جدا ما حضرتش معاه فتره الاعداد في امريكا، لان كان عندها مشاكل في التاشيره بسبب كورونا، فما حضرتش فتره الاعداد بالاساس، فالفريق كان ناقص، وكان ناقص بدنيا مانشستر سيتي. فهنا يعني هو استغل الظروف وعدم مشاكل ايه ليفربول. انما مشاكل ليفربول انه احنا بدا الموسم في غيابات مهمه جدا جدا، وخاصه تياجو الكنتارا. تياجو الكنتارا هو الفارق الوحيد بين ليفربول الموسم الماضي والسنوات الماضيه، اللاعب اللي عمل نقله كبيرة جدا، لأنه العنصر الوحيد في المركز ده اللي عنده القدرة على الابتكار وأنه يقدم حلول خلاقة، اللي هو بيعمل الحاجة الغير متوقعة. طيب كمان أصيب جنبه هندرسون، فأنت مفيش ظروف أسوأ من كده أنك بتفقد الاثنين المحاور وتلجأ إلى أسوأ اختيارات. أسوأ اختيارات اللي هي ميلنر 37 أو 38 سنة، وإليوت لاعب شاب صغير جدا ما عندوش التجارب ما عندوش الخبرات، فتمركزهم عملية الضغط اللي بيقوموا بيها الربط اللي بيحصل مش قادرين بالمره. فعايز اقول هنا ان اللي حصل لليفربول ده هو ظرف طارئ، لكن مع عوده تياجو الكنتارا وهندرسون الفريق هيستعيد كتير من اللي عنده. لكن هل نقول ليفربول هنا هيبقى في اشرس حالاته؟ لا. او هيبقى المنافس القوي بتاع الموسم الماضي؟ لا، ما زال عنده مشاكل برضه، لان الطوارئ دي هترجع تاني ليه؟ لان هتحصل لك اصابات تاني، ما انت لازم يبقى عندك قدره على التكيف والتعامل مع الاصابات. هنا بقول ان المشكله الحقيقيه لليفربول انه ما عملش تدعيمات جيده. انت النهارده عارف ان في مشكله واضحه قوي اهي في نص الملعب، ليه ما ساعدتش من بدري انك تضم صفقه كبيره؟ ليفربول راح قدم عرض كبير او تفاوض وكان عنده الاستعداد انه يضم كيليان امبابي هذا الصيف وما راحش يلعب وسط ملعب. اذا كان انت مشكلتك مش ماديه على فكره. يورجن كلوب اتسال في النقطه دي وقال احنا مش محتاجين قوي لعيب وسط ملعب، انا عندي اكتر من 7 لعيبه في وسط الملعب، لكن ثم رجع واعتذر. يعني هو رجع بعدها انا كنت غلطان بسبب الاصابات، لكن لما على ارض الملعب طبعا عنده مشكله كبيره واضحه جدا في وسط الملعب. طيب الثلاثي الامامي نونيز، بتتكلم على فيرمينيو، صلاح فيرمينيو ودياز، لويس دياز، دول الثلاثه الامثل بالنسبه لك ولا ممكن يكون في تغيير في البوزيشن؟ طيب انا يمكن انا عايز اقول ان المشكله عند الثلاثي مش في الثلاثي، المشكله عند المنظومه عموما. المنظومه تاثرت بنص الملعب، ضيف ليها ان ليفربول افتقد اهم ورقتين هجوميتين هذا الموسم وهم ارنولد وروبرتسون اللي مش موجودين. وهنا بنقول ان المشكله عامه، في مشكله اكبر عند الفريق لما حصل هذا التراجع بسبب الغيابات اللي حصلت، وحصلت هزه في النتائج، حصلت هزه وشكوك داخل اللاعبين انفسهم. فهنا حصل عمليه ايه؟ يعني حاله لا تركيز مسيطره على الكل. فهنا تلاقي فان دايك افضل مدافع العالم مش موجود، ارنولد افضل ظهير في العالم، الحاله دي واصله لمحمد صلاح. فالحاله دي بدات تاثر على الثلاثي. فانا اقدر اقول ان هي الموضوع ملوش علاقه بصلاح وحده او نونز لوحده او اي حد تقيمه بشكل فردي، لا، هي المنظومه بتمر بحاله لا تركيز. هنا الحاله الذهنيه ازاي استعيدها؟ ازاي استعيد تركيز المجموعه مره ثانيه؟ انا عايز اسالك سؤال، هل كان من الخطا خروج ساديو ماني في الظروف ديت او في الظرف ده من ليفربول؟ السؤال ده اتسال ليورجن كلوب، بس عايز اسمع اجابتك الاول. بالتاكيد خطا كبير جدا. لما نيجي نتكلم عن الاثر الفني، خروج ساديو ماني امر كارثي لليفربول، لان ساديو ماني قيمه لا تقل ابدا عن محمد صلاح. يعني ساديو ماني ومحمد صلاح هي القيمه الاهم في الفريق، واثر مع محمد صلاح وهيأثر اكتر مع محمد صلاح، لان ساديو ماني فعليا كان بياخد جزء كبير جدا من اهتمام الخصوم، وبيبذل جهد بدني كبير خاصه في عمليه التطوير. يمكن احنا صحيح. يمكن احنا بنشوف لويس دياز دلوقتي فعال اكتر على المرمى، لكنه لا يسهم بشكل كبير في ادوار التطوير، ان هو فكره ان هو بينزل تحت شويه وبيساعد الفريق ان هو يخرج بالكوره وان هو يقدر يراوغ من تحت ويبقى مفتاح لعب، ده اللي كان بيقوم بيه حرفيا وفعليا ساديو ماني. فكان بيفرق مع محمد صلاح، فده فارق جدا جدا مع صلاح. ده كان قرار اداره ولا قرار مدير فني؟ لان يوجن كلوب لما اتسال عن خروج ساديو ماني قال الحقيقه ان احنا مش قادرين نعوض ساديو ماني لغايه دلوقتي، واحنا في طريقنا لتطوير انفسنا للخروج من هذا المأزق. يعني انت شايف، هل اعتقد ان هو قرار مشترك ما بين الاطراف الثلاثه، سواء الجهاز الفني او ساديو ماني نفسه والاداره؟ ربما هي تراءت ان خلاص ما ينفعش صلاح وساديو ماني، يعني هو مشروعنا هيكمل
بصلاح النجم الاوحد، لان ممكن فكره التنافسيه رغم انها فاتت الفرقه لكن وصلت الى مرحله ما بقى في تراشق او تبادل تصريحات. ده كان سبب تعاقد محمد صلاح بقيمه اعلى، فكان ساديو ماني كان ما قدموش نفس العرض، فبالتالي مشي يعني. فبالتالي مشي، لكن انا اعتقد ان ليفربول ما كانش متحسب لهذه اللحظه، وان ما ينفعش تعول على لويس دياز فقط، لان تراجع المنظومه انا كنت بقول طول الوقت كان ثلاث حاجات بتشيل ليفربول طول الوقت، يعني طول الفرقه ممكن تكون في اسوء حالاتها الموسم الماضي. وبالمناسبه ليفربول الموسم الماضي في تقريبا 15 جوله حتى نهايه البريمير ليج كان بيبقى سيء ويكسب، يعني السوء ظهر دلوقتي لان النتائج والتوفيق غاب عنه. كان بيكسب ازاي ليفربول في الفترات دي؟ عمل فردي استثنائي مش سهل بيقوم بيه ساديو ماني، او عمل فردي استثنائي برضه لمحمد صلاح، او كرات ثابته ضربات ركنيه. يعني انت بتحل بحلول مش لعب منظم، مش مجموعه بتخترق وبتقوم بادوار مهمه فبتقدر توصل. لا، هو انت محتاج صلاح يعمل حاجه مش عاديه، او ماني يعمل حاجه مش عاديه. بس في ماتشات كتير قوي يا سعيد كان الحاله الفنيه للفريق ككل هي اللي بتقوم بها بالشكل الجميل اللي كنا بنستمتع بيه. يورجن كلوب كمان يتسال انت قلقان من البدايه ديت، خاصه على مستوى البريمير ليج او على مستوى دوري الابطال؟ الراجل قال انا مش قلقان، يعني احنا بس قلقان. هو بين اكيد هو قلقان، هو يعني في موقف صعب جدا، لكن وحتى سالوه انت مش خايف من الاقاله؟ فقال لك لا، اداره ليفربول اهدى شويه بعد اقاله توخيل. صحيح. لا، في اسوء النتائج ليفربول مستحيل تحصل اقاله ليورجن كلوب هذا الموسم مهما ساءت النتائج، يعني مهما تدهورت النتائج ومهما ساءت كلوب مكمل هذا الموسم لنهايه هذا الموسم مع الفريق، لان هم مدركين فعليا ان في مشاكل في قائمه اللاعبين، ان القائمه ناقصه، ربما هم اخطاوا في التقدير ده، كلوب اخطا في التقدير ده، لكن في النهايه هي المشكله، الازمه مش في افكار كلوب. طب انت شايف طبعا لسه احنا في الجوله الخامسه من ليفربول راجع، يعني ليفربول راجع هيرجع وهيرجع قوي وهيبقى موجود، يعني هو مرهون اكتر بحاله الخصوم، لكن على الاقل انا شايف ليفربول هيبقى منافس قوي لتوتنهام ومانشستر سيتي، وده الثلاثي اللي هيكمل في صراع البريمير ليج. يمكن انا تين هاج بدا يصدر لعيبه في مانشستر يونايتد وقال لهم في غرفه الملابس بعد الفوز على ارسنال ان مش ده الفريق اللي يستحق ان يكون في صداره البريمير ليج، وان احنا اللي نستحق نكون في الصداره. لكن انا شاعر انه هو بيقول كده عشان يرفع حوافزهم ودوافعهم، لكنه مدرك ان الموضوع صعب. انا بشوف ان مانشستر يونايتد الموضوع صعب ان هو يكون بطل البريمير ليج هذا الموسم، لكن النوع ده من الحديث والتصريحات بيستخدمه مدربين كبار جدا علشان يرفعوا حوافزهم ودوافع اللاعبين. طيب قبل ما نروح لمان سيتي ومباراته طبعا امام دورتموند، برضو مباراه كبيره، يعني اخر حاجه بالنسبه لليفربول، نونيز راس الحربه ده، هل هو صفقة رابحة بهذا الرقم الكبير بالنسبة للترانسفير اللي عمله ليفربول؟ هل هو قادر على مساعدة خط الهجوم؟ هل في تنسيق واضح ما بينه وبين محمد صلاح؟ شايف راس الحربة ازاي في ليفربول؟ صحيح. أنا بشوف نونز كقدرات فردية وكلاعب فردي هو لاعب هايل جدا ورائع جدا، وعنده قدرات تخليه هداف وأحد المتنافسين على لقب هداف البريمير ليج إذا ساعدته المنظومة، لكن لسوء حظه ولسوء حظ ليفربول هو وصل في وقت تراجع المنظومه ووقت تراجع الافراد على المستوى الفردي بشكل كبير جدا، فده ما ساعدوش. انا بشوف حتى نونز صلاح بيتعاون معاه بشكل اكبر من اي لاعب اخر، وصلاح ساعده في البدايه ان هو يقدم بدايه قويه وفعليا، لكن سلوكياته البدايه كانت سيئه في حاله الطرد اللي من لا شيء خد طرد فابتعد عن المباريات ثلاث مباريات متتاليه في انطلاقه البطوله، فدي ابعدته، لان مهم قوي قوي الاستمراريه. لكن اللي بيقول لك ان كلوب مؤمن جدا جدا بيه ان بعد الثلاث مباريات رجع لعب من اول مباراه، رغم ان فيرمينيو كان هو نجم الثلاث جولات اللي قبلها. صحيح. يعني فيرمينيو كان هو الراجل اللي ابهر الجميع جدا، خاصه في ماتش 9-0 امام بورنموث، ومع ذلك من اول لحظه رجع لعب نونز، ان هو ده بيقول لك ان كلوب فعلا مؤمن بيه، وانا شايف ان نونز جاي وهيبقى مهاجم فعال جدا، ولكنه بيتقاسم وحاليا لويس دياز ايضا بيتقاسم مع صلاح الفرص، عكس ما كان بيحصل في السنوات الماضيه ان كان كلوب كان بيركز احنا ازاي في نهايه الموضوع نحط صلاح يفنش الموضوع. صحيح. طيب لو اتكلمنا انت نونز وبتقول ان هو هيكون من هدافي البريمير ليج، لازم نتكلم على المان سيتي، ولو اتكلمنا عن مان سيتي اكيد هنتكلم على هالاند. صحيح. بدايات قويه جدا، ارقام رهيبه على مستوى البريمير ليج، على مستوى دوري الابطال، مباراه قويه امام نادي القديم بيلعب امام دورتموند. شايف كمان السيتي ودورتموند المباراه رايحه ازاي، خاصه لطبعا المهاجم هالاند؟ يعني طبعا احنا مانشستر سيتي بادئ بشكل كويس،
وشكل ممتاز جدا هجوميا مع بعض المشاكل الدفاعيه اللي لسه حاصله واللي لسه بيعاني منها، خاصه امام الانديه اللي عندها قدره على التحول السريع. ده ظهر في اكتر من مباراه واستقبل السيتي اكتر من مباراه، ويمكن تعادل مباراتين بسبب المشاكل الدفاعيه دي. لكن الفريق على مستوى المجموعه بادئ كويس جدا. لاحظت وشفت في بدايه هذا الموسم في مرحله الاعداد يا كابتن ان دي بروين فايق جدا، الحاله البدنيه اللي عاليه جدا، خاسس قوي قوي قوي، واضح ان هو مركز ان انا عايز اصل في نوفمبر المقبل في كاس العالم بحاله هي افضل حالاتي عشان عايز اعمل حاجه، فواضح انه مركز. ففارق جدا مع الفريق. اضافه هالاند اضافه غير عاديه، انك افتقدت فعليا الحاجه اللي كانت ناقصه مانشستر سيتي في السنوات الماضيه. الميزه الاهم في هالاند ان احنا مش بس قدام لاعب عنده امكانيات عاليه، لان احنا قدام نونز لاعب عنده امكانيات عاليه جدا، لكن المختلف في هالاند هو الفارق ما بين العقليه الاوروبيه اللي فعليا بيمثلها هالاند والعقليه اللاتينيه اللي بيمثلها نونز. تشوف ده من تصريحات هالاند، ردوده على الاعلام. النهارده قريت له تصريح مهم جدا، وهو بيسال عن انت عايز تبقى افضل لاعب في العالم، فقال لهم بالتاكيد ان اي حد عايز يبقى افضل لاعب في العالم، لكن انا فعليا في هذا التوقيت مش مركز ان انا افضل لاعب في العالم، انا مركز ان انا كل يوم اعمل حاجه افضل من اليوم اللي قبله، ان انا اضيف لنفسي جديد، انا باصص دلوقتي انا هعمل ايه، مش مركز قدام. ويمكن ده اللي طول الوقت بيب جوارديولا بيتكلم عنه لما يوصل عن البطوله، يقول لهم انا لو ما اشتغلتش للمباراه دي كويس مش هعرف ابقى في مايو المقبل في نهاية او قبل نهائي الابطال، او بلعب نهائيات البطولات، او بنافس على البريمير ليج. فانا بمشي الموضوع، انا يهمني الخصم بتاع بكره دورتموند، ثم يهمني دي العقليه طول الوقت جوارديولا بيتكلم بيها وبيتمتع بيها هالاند، هو لاعب لسه 22 سنه بيتمتع بهذه العقليه. فده بيخليني بشوف الراجل ده فعلا قادر يبقى افضل لاعب في العالم. انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا كمان على مستوى التاقلم مع الدوريات. يمكن احنا قلنا نونز ودوري البريمير ليج مختلف تماما، لكن كمان يمكن هالاند اتكلم كمان على البوندس ليجا وعلى البريمير ليج، فروقات اكيد كبيره على مستوى السرعات، على مستوى الضغط، على مستوى الجماهيري. ولكن زي يعني ما سعيد اتكلم، طموحات كبيره للاعب لسه عنده 22 سنه، من اهم طموحاته هو الفوز بدوري الابطال. كمان مباراه بكره كبيره ما بين مان سيتي ودورتموند، لسه هنتكلم مع حضراتكم كمان على الدوري الايطالي، لكن نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل حلقتنا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خليني في الوقت المتبقي من الحلقه عايز اكلمك سعيد على الدوري الايطالي. كنا متوقعين وخاصه فريق كبير زي اليوفنتوس خسر اللقب السنتين اللي فاتوا لحساب الانتر وحساب الميلان، كنا متوقعين اليوفنتوس بشكل مختلف تماما سواء في السيريا او حتى في دوري الابطال. مشاكل اليوفنتوس فين؟ وشفت اليوفنتوس خلال الدوري الايطالي والتعادل الاخير مع ليتش الرقم 17 في الدوري، شايفه ازاي؟ يعني انا بشوفها بدايه منطقيه، لان يوفنتوس ما اضافش جديد، يعني هو ما اضافش تادي عماد بشكل قوي. استمرار أليجري، يعني بنقول طول الوقت ان الكره الايطاليه وان يوفنتوس بالتحديد محتاج لعقليه جديده، لكن انت طوال الوقت أليجري متفرغ لفكره انه بينتقد الناس اللي بتصرف والناس اللي بتلعب كوره اللي بيقال عنها تيكي تاكا، وانه بينتقد هذا الاسلوب وانه عايز مصمم على الشكل اللي بيلعب بيه. فانا اعتقد ان يوفنتوس محتاج نقله في الاداره الفنيه، محتاج اداره فنيه جديده، محتاج مدير فني جديد. وقريت ان توخيل ايضا احد الاسماء المرشحه، يعني هو صراحه حاليا اللي ممكن يبقى ما بين يوفنتوس بايرن ميونخ مين يفوز بتوخيل. واعتقد هو ده التحول الحقيقي، ان انت محتاج تحول في الشكل الخططي للفريق، اسلوب الفريق لازم يتغير، ثم تقدر تبني عليه تغييرات في العناصر وان انت تدعم بصفقات جديده. طب على مستوى الاداره طبعا انت عارف توخيل كمان من المديرين الفنيين اللي بيحب صفقات جديده، وانتقاله للدوري الايطالي هينقل النقله دي، هينقل نقله مختلفه. صحيح يعني. صحيح، خاصه ان بقى في متنافسين كمان. انا عايزك يعني وانت بتتابع كابتن، شوف سباليتي بيعمل ايه مع نابولي. يعني بيلعب كوره جميله جدا جدا وبيستحوذ، تصدر الدوري كمان دلوقتي بعد صحيح الدوري. فانت خلاص انت لازم تلعب الكوره دي، انت لازم تلعب الكوره الحديثه، لازم عندك قدره على ان انت تستحوذ قدام اي خصم، انك تصنع كم كبير جدا من الفرص، انك بتدافع بالهجوم. الافكار الحديثه كلها اللي أليجري متخلي عنها او مش مؤمن بيها، انا بشوف انها بتضعف يوفنتوس على العوده، وانه هيكون بعيد طوال الوقت، خاصه انه منافسي بامكانيات اقل
وبقى نصر قال قادرين يمشوا بخطى اسرع منه وقادرين يتفوقوا عليه. اتلانتا على سبيل المثال، اتلانتا دلوقتي موجود في المركز بسبب التكتيك، بسبب ساسولو في فتره من الفترات كان ساسولو كان بينافس على المركز الخامس والسادس. صحيح. فالانديه الايطاليه الصغيره ابتدت تستعين بمدربين عندهم افكار حديثه بيشتغلوا بشكل خططي ليه علاقه بالافكار المعاصره، فبداوا ياخدوا خطوات لقدام، انما يوفنتوس لا بيتاخر لورا. مورينيو مع الدوري الايطالي مع روما ممكن يكون من الاربعه الاوائل في نهايه السيريا اه، ام ممكن برضو يكون في المنطقه الدافيه. مورينيو مع عامل حاله كمان في مورينيو روما. عامل حاله عظيمه جدا لايطاليا عموما، وجود مورينيو في اي مكان بيضيف مزيد من الجماليه ومزيد من الاثاره في اي مكان. واعتقد انه حظه كان سيء ان في بدايه الموسم كان في اصابات كتير في الفريق وغيابات كبيره أثرت على نتائجه، لكن في نهاية الموسم هيبقى مورينيو منافس رغم أنها صعبة، يعني صعبة في وجود نابولي وإنتر وميلان ويوفنتوس، لكن أعتقد أنه حتى الأمطار الأخيرة هيقدر يكون واحد من المتنافسين على المراكز الأربعة الأولى. وأعتقد الاستمرارية مع تدعيمات في الموسم المقبل أنه يقدر يدخل المنطقة دي، لكن وجود مورينيو أضاف لروما وأضاف للدوري الإيطالي وأضاف الميلان يا سعيد. الميلان بعض الناس بتقول الميلان كان السنة اللي فاتت أفضل الفرق على مستوى الجماعي. صحيح. خروج كاسي طبعا اللاعب الساحل العاج من وسط الملعب، مع عدم وجود صفقات كبيرة، مع تجديد ابراهيموفيتش بسن ال 41 سنه، الميلان قادر على المنافسه بقوه على اللقب ام سيكتفي بالادوار يعني بالمراكز اللي اتحققها له تشامبيونز ليج؟ انا في تقديري اعتقد ان فرص فوز ميلان بالدوري الايطالي هذا الموسم هتكون اصعب كتير جدا من الموسم الماضي، لان الضغوط عليه اكتر. لما المنافسين بيتعاملوا معاك والاعلام يتعامل معاك كونك الطرف الفائز بالبطوله او انت بطل البطوله، فبيبقى الضغوط اكبر. فاعتقد ان زي ما حضرتك شرحت وقلت، مع غياب التدعيمات في الفريق وطبقا الازمه الابديه لمعظم الانديه الايطاليه في الفتره الاخيره، غياب التدعيمات القويه فده بيصنع ضغوط اكبر على الفريق، فانا مش شايف ميلان. طب عشان نحدد برضو يعني، هو لسه طبعا بدري الجوله السادسه، اشوف معاك برضو جدول ترتيب الدوري الايطالي وظهور يعني. خلينا نتكلم على اتلانتا مثلا. اتلانتا برضو السنه اللي فاتت عامله شكل كويس قوي. بتتكلم الانتر دلوقتي، بنتكلم الاول نابولي، اتلانتا، ميلان، اودينيزي، الانتر، لاتسيو، يوفنتوس في طبعا المركز السابع، روما في المركز الثامن. خلينا يعني انا عايز اقول اتلانتا كابتن، يمكن الميزه فيها انها بتكسب بتخسر قادره تلعب بالشكل اللي يبسطك، ان انت كمشجع كوره بلعب كوره حلوه، قاعد مستمتع قدام فرقه حتى لما كانت بتلعب في دوري الابطال قدام انديه كبيره جدا في فوارق غير عاديه، برضو انت قدام افكار متنافسه. صحيح الادوات ربما تكون افقر او اقل من المتنافسين، لكن في النهايه في افكار في الملعب انت بتستمتع بيها وشايف ان في ناس بتجتهد عشان تعمل حاجه. وما عندهمش برضه ضغط، يعني هم كل طموحاتهم ان هو لو وصلوا حتى المركز الخامس او السادس يلعبوا على المستوى الاوروبي يعني. صحيح وكون ان انت تبقى قادر تبقى ند للاربعه الكبار طوال الوقت، فده عمل عظيم جدا. وكمان الاستمراريه ان انت بتعمل ده بقالك كام سنه بتعمله، بقالك كام سنه بتشارك في دوري ابطال اوروبا، فبالتالي اعتقد ان مشروع اتلانتا يستحق ان الناس تبص عليه كويس جدا وان الناس تقلده، لانه بامكانيات فقيره جدا وامكانيات قليله جدا قادرين يعملوا ده. لكن النقله الحقيقيه للانديه الايطاليه والانديه الكبيره مؤكد اللي بيحصل في كره القدم حاليا مش هيحصل الا لما يخش احد الصناديق الاستثماريه الخليجيه. انا متفق معاك تماما، لان طبعا ضخ الاموال والاستثمار في كره القدم اكيد بيكون ليه نقله ايجابيه. سعيد بنشكرك شكرا جزيلا كالعاده، منورنا ومشرفنا. انا اللي بشكرك جدا يا كابتن، ودايما كده يا رب مع حضرتك. شكر واصل لحضراتكم. دي كانت نهايه حلقه المحترف النهارده. يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله في نفس الميعاد حلقه جديده ويوم جديد من المحترف.